ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. ولقد علمتم كيف خلقناكم. الخلق الأول المراد من هو بالخلق الأول؟ آدم عليه السلام. هل نحن أدركنا خلق آدم عليه السلام حتى يقول الله عز وجل ولقد علمتم؟ طيب ما أدركنا، لكن أخبرنا. والعلم يكون إيش؟ يكون إما بالرؤية أو بالسماع أو بالخبر. فإحنا علمنا مما أخبر الله عز وجل به بأنه قد خلق الإنسان الأول أبا البشر، خلقه من طين، خلقه من تراب، واضح؟ وهذا يعلمه جميع الناس. فيقول الله بأنكم علمتم النشأة الأولى. طيب ما المانع أن ينشئكم نشأة ثانية وهو الذي بدأ الخلق وهو على كل شيء قدير، وما نحن بمسبوقين لكمال علمه وكمال قدرته أن ينشئكم خلقا آخر مبدل غير الأشكال هذه، فينعم من ينعم ويعذب من يعذب، واضح؟ قال الله جل وعلا ولقد علمتم النشأة الأولى فلو تذكرون، يعني فهلا تذكرتم واعتبرتم كما أنه خلقكم أول مرة لا يعجز أن يخلقكم مرة أخرى ليحاسبكم يوم القيامة.